إلى أصحاب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. رجل قاتل على عهد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فقاتل وأبلى بلاء عظيما في المعركة حتى استشهد ومات. فجلس الصحابة إلى مجلس النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هنيئا لأولئك الرجال الذين كانوا يجالسون رسول الله، هنيئا لأولئك الرجال الذين كانوا ينظرون إلى وجه الحبيب محمد، هنيئا إلى أولئك الرجال الذين كانت تتكحل عيونهم بجمال الحبيب محمد. جلسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك الرجل وقالوا يا رسول الله، وأخذوا يذكرون ذلك الرجل بخير عند رسول الله، وذكروا قتاله وذكروا شجاعته وذكروا كيف مات شهيدا. فقال أحد الصحابة لا بد أن له الجنة، قاتل ومع النبي صلى الله عليه وسلم، مع النبي ومات. فذكره أصحاب الحبيب محمد بخير، وقال أحدهم لعله يكون شهيدا. فقال حضرة الحبيب الأعظم والنبي المكرم صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد، التفت النبي إليهم، اسمعوا يا حكومة السراق، اسمعوا يا حكومة البغاء. قال لهم النبي وأنى له ذلك؟ قالوا ولم يا رسول الله؟ نفى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون له الجنة أو تكون له الشهادة. قالوا ولم يا رسول الله؟ قال لقد اختلس عباءة عباء، لقد اختلس عباءة من الغنائم، والله إني لأراها تستعر عليه نارا في قبره، والله إني لأراها تستعر.